السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفه اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره عن عصير كيجي منعش ولذيذ بزاف، رائع جدا، كنتمنى تجربوه. غنحتاجو فيه واحد 3 معالق كبار ديال السكر او حسب الذوق، فانيا وحده، جوج علب ديال ياغورت بنكهه ديال الفاني، جوج حبات ديال الحامض اللي كنغسلوه مزيان، غناخدو القشره ديالهم والعصير، جوج حبات ديال البنان، ولتر ديال الماء. كناخدو الحامض اللي غسلناه مزيان مزيان، نقيناه من جميع الاوساخ اللي كتكون فيه، مسحناه شويه من الماء. غادي نحكو غير القشره الفوقانيه ديالو في الحكاكه اللي كتكون رقيقه، كنحكو غير هذيك القشره الفوقانيه، ديك البيضه ما تنحكوهاش حيت كتكون فيها المروره. كنحاولوا اننا نبقاو معاه غير بالخاطر وبشويه حتى كنحكو ديك القشره الفوقانيه. من بعد غادي نعصروه وغادي نصفيو هذاك العصير. بعد ما صرنا الحامض ديالنا عطاني هاد الكميه دي، هاد الكاس هذا ديال العصير، عصرته وصفيته. كنضيف عليه ديك القشره اللي حكيت، الفاني، سكر سنيده، جوج معالق كبار حتى ثلاثه. المهم حنا ملي كنعصروه من بعد كندوقو، الا حسينا بحامض شويه كنزيدو شويه ديال السكر، وكنضيفو دوك جوج علب ديال ياغورت بالنكهه ديال الفاني، كل علبه فيها 110 غرام. كنضيفو البنان، كنقطعوه دوائر، وفي الاخير كنزيدو الماء وكنطحنو كل شيء مزيان. غادي نصفيه في واحد الصفايه اللي كتكون رقيقه، كنحيدو منه دوك القشور اللي كيكونوا بقاو فيه، باش داك العصير كيجينا خاطر وبنين وما كنحسوش نهائيا بديك القشره. كيجي هائل جدا هذا العصير هذا، وما تيجيش حامض نهائيا، كيجي المذاق ديالو معتدل ومتواتي مع داك البنان اللي درنا والياغورت. كنتمنى تجربوه بالصحه والراحه. ما تنساوش تخليو جيم الفيديو اللي عجبكم وتشتركوا في القناه الا كنتو باقي ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله.